النادي الاهلي بيحافظ على البلد، بيحافظ على الاصول السليمه. النادي الاهلي بيحافظ ازاي يكون بيتعامل مع كل المواقف باسلوب سليم. لجأنا للاعلى السيد وزير الشباب والرياضه. الحقيقه قمت وكلمته تاني وصعدت الامر مع الدكتور اشرف صبحي مره تانيه، لان الوقت بيمر ولم يتبقى على المباراه الا ايام قليله. والحقيقه بقى هنا ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كانت لديه رده فعل عنيفه قويه وعنيفه لتفاهمه. هو فاهم الراجل كويس ان الامر ده يضعف من الموقف القانوني للنادي الاهلي امام المحكمه الرياضيه الدوليه، وتعامل بمنتهى الجديه ووعدني بارسال احد المسؤولين من مكتبه الى مقر اتحاد الكره. ومساء نفس اليوم هو الخميس الساعه 5:45 الظهر تسلمنا صوره من الاختبار. لكن الحقيقه بعد ضياع اربع ايام، دخلنا في يوم الجمعه وكان بعدها السبت والحد عطله في اوروبا. هنا انا بس بحط عنوان هذه هي المسانده وهذا هو الدعم الذي وجدناه من اتحاد الكره. عموما هذه ليست اول مره يتخلى فيها اتحاد الكره عن مساندة الانديه المصريه. الكل يتذكر ما تعرض له النادي الاهلي في نهائي دوري الابطال عام 2018. تعرضنا لظروف صعبه للغايه ولم نجد اي مسانده او دعم من اتحاد الكره او ممثل مصر في الكاف. طلبنا من اتحاد الكره قبل شهور ما يقرب من 3 مرات في مكاتبات رسميه انه يطلع بمسؤولياته وان يتواصل مع الاتحادين الدولي والافريقي لحل ازمه تضارب المواعيد من كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه وبين كاس الامم الافريقيه، من اجل مشاركه لاعبينا الدوليين، لاعبينا الدوليين مع المنتخب المصري ومع النادي. لان النادي برضه بيلعب باسم مصر في بطوله كبيره جدا، بطوله عالميه. واكد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت، مش اللي هنا مش دلوقتي، من خلال وسائل الإعلام إن المشكلة تم حلها والمنتخب والأهلي كلاهما سيشارك بصفوفهم كاملة في البطولتين وليس كل ما يعرف يقال. وللأسف في النهاية لم يحدث شيء.